السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، نتمنى يلقاكم أول موعد أسبوع في أحسن ظروف والأحوال، وصل اللهم وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين. أول شيء تحية شكر وحب وتقدير واحترام وإجلال جميع الأشخاص اللي خلوا تعليق فعلا أكثر 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 من رائعة. حسيت بواحد النوع ديال التقدير الكبير الكبير بزاف، عاد حسيت بأنني التعب والمجهود اللي كنبذلو ما مشاش صدى. صراحة لقيت دعم كبير كبير، فألف شكر لكم. ولو لقيت أسماء ديال الناس يعني ما كنشوفهاش دائما في التعليق، ولكن خرجات وتكلمات ودواس، فألف شكر لكم جميعا. ما نقدرش نوفيكم حقكم في الشكر، شكرا جزيلا. هذا الشيء اللي نقدر نقول على كل الكلام الطيب والجميل اللي قلتوه في حقي، وكنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن وفي المستوى المطلوب، ودائما انا هنا رهن اشارتكم. كذلك بغيت نوجه التحيه للناس اللي لاحظوا الغياب ديال وفائكم بوتي من خلال يعني الفيديو اللي ما صحتش البارح في الليل، فشكرا لهم. هذا ما كيدل غير على انهم فعلا اوفياء للقناه واوفياء لاختهم كوان بوتي، فهذا يعني شرف كبير ليا، ما يمكن لي غير نقدره ونزيد انني نشاهد ونعطي اكثر باش نكافئكم ونجازيكم على حبكم ووفائكم ليا وللقناه. وما نزيدوش نضيع وقت اكثر، فنبداو على بركه الله مع اول سؤال من عند الاخت مريم. سؤال فكتقول ممكن نديرو دابا مع نيوستراتا ريتينول، عافاك جوبيني عندي زواج وبغيت نصفي وجهي من التصبغات. الله يعطيك الصحه، فكنتمناو لك حبيبتي مريم التوفيق، كنتمناو لك حياه سعيده باذن الله، وكنتمناو انك يعني تخلصي من التصبغات اللي عندك في الوجه ديالك واللي مقلقاك، وانك تكوني اجمل عروس في يوم زفافك باذن الله تعالى. فهي هنا كتسال على نيو ستراتا لايت اند برايتنر اس بي اف 35، فممكن جدا بحكم ان هذا يعني كريم نهاري او منتوج نهاري، فيمكن لك تستعملي الريتينول ليلا ونيو ستراتا انلايت اند برايتنر اس بي اف 35 تستعمليه نهارا. غير هو اللي كنوصيك حبيبتي مريم، الا بغيتي تحصلي على نتيجه اللي هي زوينه وبغيتي البشره ديالك ترتاح ما ترهقش وما يعني في عوض ما يعني تصلحي المشكل ديال التصبغات، فهو يزيد يتفاقم يزيد يكبر وربما لا قدر الله يوقعوا مشاكل اكثر. ففي الليل حتى تبغي تنسي ان شاء الله عاد ديري نيو ستراتا ريتينول ليلا ليلا ليلا، يعني تكون اخر حاجه غادي ديريها للوجه ديالك. صباحا منين تفيقي فتغسلي الوجه ديالك جيدا جيدا بالماء والصابون طبعا، ومن بعد ديري لو برودوي ديالك نيو ستراتا انلايتن برايتنر اس بي اف 35. ففيه واقي شمسي، حنا هذه المساله متفقين عليها طبعا، لكنه غير كافي في هذه الايام اللي احنا فيها دابا والايام المقبله باذن الله. فاذا كان عندك واقي شمسي من غير ديلونغ او اكتينيكا، فغادي تجيري لا كريم ديالك نيو ستراتا انلايتن برايتنر اس بي اف 35 هي الاولى، وغادي تسني واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه، ومن بعد تطبقي الواقي الشمسي ديالك. كان عندك ديلونغ او اكتينيكا، فغديري ديلونغ او اكتينيكا هو الاول، وغادي تسناي واحد من 10 حتى 15 دقيقه، وعاده ديري هو النيو ستراتا هذا الانلايتن برايتنر ديالك فوق ديلونغ او فوق اكتينيكا، يعني عكس الحاله الاولى. وكذلك كنصحك انك ترطبي الوجه ديالك وتعطيه الراحه، تاخذي القسط الكافي من النوم، تشربي الماء
كمية وفيرة وجيدة جدا، لأن هذه المسألة غادي تعاونك أنك تغذي البشرة ديالك من الداخل، والإشراقة واللمعة والراحة يجوا من الداخل، والمسائل اللي كتكون جاية من الداخل فكتكون أحسن، ويعني وكتعطي واحد النتيجة اللي هي أجود. كذلك حاولي أنك تتفادي الأشعة ديال الشمس، حاولي تتفادي الإرهاق، حاولي أنك تاخدي كفاية ديالك من النوم. وحنا كنعرفوا كل عروس يعني في الوقيته فاش كتكون كتوجد فهي كتكون مرهقه، كتكون ستريسيا، كتبدا توجد، كتبدا تجمع، كتبدا يعني كتقدر تعصب وهذا. فارتاحي، كل ما ارتاحيتي اكثر كل ما البشره ديالك غادي ترتاح، وكل ما حتى غتعاوني حتى التصبغات انها تزول بواحد السرعه وبواحد الطريقه اللي هي امنه. ومره اخرى كنتمنوا لك حبيبتي مريم زفاف سعيد ان شاء الله. سؤال من عند الاخت سناء بكوش، فكتقول اختي عفاك واش يصلح الاثار حب شباب؟ وهي هنا كتتكلم على فوتويت اش سي سون سيروم. ف دائما كنقول لكم عمرني ما غادي نكذب عليكم او نقول لكم شي حاجه اللي ما كايناش. ف اش سي سيروم يقدر يساعدك، ولكن باش غادي يكون بوحديتو علاج لهذا الاثار ديال البثور، فهذه مساله مفروغ منها. حنا عارفين على ما اتذكر فهاد لو سيروم فيه لا فيتامين سي وفيه لاسيد هيالورونيك كذلك، فهو غادي يرطب وغادي يعطيك الاشراقه، غادي يعطيك اللمعه للوجه ديالك. ولكن اللي كنصحك به هو الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي. كل ما غطيتي دوك الاثار ديال البثور على اشعه الشمس، كل ما اللون ديالها غادي يبهت لك وما غاديش يبقى يعني بداك القتامه اللي هو عليها، يعني غادي يبقى داك اللون ديال هذوك الاثار ديال البثور غادي يبدا يفسح وغادي يبدا يختفي تدريجيا طول ما هادوك الاثار مدرقين على اشعه الشمس. فحاولي انك تفادي الاشعه ديال الشمس يعني في اوقات ديروها كما كنقول لكم دائما. حاولي انك نهارا تعاوني بكريم مرطب، ضروري ضروري من هاد العمليه ديال الترطيب، فهي غادي تعاون ان الخلايا ديال البشره تجدد. بالنسبه لو سيروم ف ديريه جوج مرات في الاسبوع فقط لا اكثر، لان الحراره دابا بدات كترتفع، فمن الاحسن انك تفادي لا فيتامين سي يعني في الحراره، فديريه جوج المرات فقط لا اكثر، وباقي الايام غادي تبقاي ترطبي البشره ديالك بكريم مرطب مناسب للبشره ديالك او بزيت ارغان. كنتكلم على الليل، نهارا فراك غديري كريم مرطب. عاوني بالوصفات الطبيعيه نهارا، ما تعاونيش ليلا في الحاله ديالك، فغديري الوصفات الطبيعيه اللي كاينين في القناه، يعني ما تمشيش ديري شي وصفات اللي هي محطوطه بواحد الرعونه وبواحد الاستهتار اللي ما عندها حتى شي علاقه يعني بالتجميل واللي كتضر البشره. فديري وصفات طبيعيه اللي هي معقوله واللي غادي تعود عليك بالنتيجه. وهنا كننصحك فريمون الوصفه ديال القسل الهندي، فرجعت نتائج هائله 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 مع العديد من النساء والعديد من الفتيات. فجربيها، بقاي ديريها في النهار، ومن الاحسن انك ما تكونيش غادي تخرجي، ديريها بعد غسلي الوجه ديالك وديري الكريم المرطب ديالك، وغادي تبداي تلاحظي واحد الفرق في الوجه ديالك باذن الله. سؤال من عند الاخت ساسك، فكتقول السلام عليكم اختي الحبيبه، بغيت نسولك واش يمكن لي ناخذ صابون مثلا الكبريت نوفوباك ديال حب الشباب ونضيف ليها ماء الورد باش نرجعها صابونه سائله، حيت الغسول جاني غالي وجزاك الله خيرا. العفو حبيبتي، وعليك السلام ورحمه الله. شوف حنا دائما كنقلبوا على الاسهل والابسط، وماشي كلشي غادي يقدر يشري لو جيل الله يحسن العوان للجميع، يعني كل واحد والامكانيات ديالو. ليسونسييل هو اننا نهتم بالبشره ديالنا اهتمام جيد جدا. بعض الاحيان ما كيكونش عندنا باش نشريو، فمن الاحسن اننا ما نديروش واحد الحاجه اللي غادي تضرنا. في اسوء الاحوال نغسلو الوجه ديالنا بالماء فقط، فما غادي يوقع حتى شي حاجه. اهم حاجه كنقول دائما خصها تكون
هي الواقي الشمسي. اما حتى الغسول راه كان انا بالنسبه ليا واحد الحاجه اللي هي ثانويه يعني زايده، كاين عندنا الفلوس مزيان نشريوه، ما كاينش عندنا فما غاديش نوقفوا الحياه على اننا ما عندناش الغسول، فصافي البشره ديالنا غادي تكرفص والبشره ديالنا غادي ما عرف شنو يوقع فيها. فالفكره ديال انك تحولي نوفوباك او صابونات الكبريت اللي صابون سائل فهي فكره ذكيه جدا، ممكن انك ديري هذه العمليه. ليسونسيال ان تكون يعني الاواني ديالك معقمه، يديك معقمه، وديريها تحكيها وتخبي عليها ما ورد حتى تغطى، حتى تدي بها الثلاجه في الثلاجه ليله كامله، لا غد لي غادي تلقايها بانها تلقات ولا سحل الكريم، وغسلي بها الوجه ديالك بالصحه والراحه، ما كاين حتى شي اشكال نهائيا. يعني الاشخاص اللي عندهم بشره دهنيه وما عندهمش امكانيات انهم يشريو جل، فهاد المساله هاد الوصفه او هاد الطريقه فهي جد 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 هائله. انا شخصيا كنديرها بالنسبه للصابونه ديال دوف، فانا كندير عليها وحاليا حاليا كنغسل بها فريمون الوجه ديالي الحمد لله مرتاح عليها وبصحه وراحه حبيبتي ساسكو ساسك. سؤال من عند بلاتي اسمحوا لي باسكو هادو اسئله قدام. سؤال من عند الاخت سمراء امال، فكتقول علاج للكلف بحيث لا يمكن ان يرجع مره ثانيه. شوف هاد المساله ديال علاج الكلف وانه كيرجع كتفكرني بواحد المثل او واحد الحكمه كتقول ليس من الصعب الوصول الى القمه لكن الصعب الاحتفاظ يعني بنفسك في القمه، هذا هو الصعب. وفعلا اننا نطلعوا ماشي صعيب، ولكن اللي صعيب هو اننا نبقاو في هذاك المستوى فين طلعنا، فين وصلنا لديك القمه اللي وصلنا ليها، اننا نبقاو في هذاك المستوى. نفس الشيء كينطبق على الكلف ومشكل التصبغات الجلديه، ليس من الصعب بتاتا بعكس ما يعني ما يظهر العديد من الاشخاص بانه مساله يعني ربما مستحيله، لكن هي مساله جد جد هينه الى عرفنا كيفاش نتعاملوا معها وعرفنا كيفاش يعني كما كنقولوا بالدارجه نسلكوا راسنا ونخرجوا راسنا. فماشي سهل اننا نزولوا التصبغات الجلديه، اننا نزولوا الكلف، نو اللي ماشي صعيب، سهل. اللي صعيب شنو هو؟ هو اننا بعد ازاله الكلف، بعد ازاله التصبغات الجلديه، واش هذا الكلف غادي يرجع لينا او لا؟ واش غنحافظوا على المستوى اللي وصلنا ليه او لا؟ شنو كيوقع؟ انا نقول لكم بالضبط شنو كيوقع. ملي كيبدا يبان لينا شي شويه ديال التحسن وبدا الليطاش كيزولوا، شوف بالعربيه بلا كذوب كنتصرو، حيت كندوي لكم من منطلق نفسي انا شنو وقع. منين بديت كنلاحظ واحد التحسن ملحوظ في الوجه ديالي نصرت، شنو نوع هاد الصوره اللي نصرتها؟ هو انني وليت ما بقيتش كندير الوصفات الطبيعيه، ما بقيتش كنرطب الوجه ديالي، وليت كنغفل مره على ليكرو، غير الله سبحانه وتعالى كان معايا. فقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واش نسيت الحاله اللي كان عليها الوجه ديالي شنو كندير؟ ف خديت عهد على نفسي انني اول حاجه نحافظ عليها باش نبقى في المستوى على الاقل المستوى اللي حصلت عليه دابا، يعني باش ما تزادنيش شي طاج وحده اخرى، باش ما يخرجوش ليا مشاكل وحدين اخرين وانا ديجا باقا سو تريتمون، يعني باقا كنعالج نفسي. ف خديت قرار بانه مهما وقع ما نخرجش بلا واقي شمسي، ما نطلعش للسطح بلا واقي شمسي، ما نمشي حتى شي بلاصه بلا واقي شمسي. يعني هذه المساله خديت عهد على نفسي فيها. المساله الثانيه ترطيب، هو انني تقريبا ماشي خديت عهد على نفسي، ولكن يعني وليت كنقول وفاء الى ما رطبتيش الوجه ديالك الخلايا ما غاديش تجدد بسهوله، غادي تشرفي، غادي يبانوا فيك التجاعيد. فوفاء خصك ترطيب وخصك الواقي الشمسي، هاد جوج حوايج ما تبقيش تنازلي عليهم. مره كنبدا نقول ومره خصني ندير يعني وصفه طبيعيه. صراحه القناه كان ليها الفضل الكبير في انني يعني نرجع للوصفات الطبيعيه، لانني فاش كنت كنعالج نفسي من الكلف كنت كندير الوصفات الطبيعيه، ولكن ان فوا بدا كيبان لي التحسن حبست، لانني انا قلت لكم معكازه. فمني كندير لكم انتما شي وصفه كنحطها
فملي كتخلط فراه ما غاديش يمكن اللوحه، فكنضطر نحطها على وجهي. ملي كنحط على وجهي كنحس بواحد التحسن كبير، وكنحس بالاشراقه والاكلال اللي معاه في الوجه، فكنقول الله هادشي زوين، وكنتشجع انني نبدا ندير الوصفات. فكنتمنى ان في هذا الكلام اللي قلت اختي سمراء امل تكوني فهمتي المغزى ديال كلامي وعرفتي شنو بغيت نقول. علاج الكلف سهل ممكن جدا، لكن الاحتفاظ بمستوى النجاح هو اللي صعب، حيت خصنا الو سمحوا لي يقدر قطعت لا فيديو. فاللي بغيت نقول الاخت سمراء امل ولاي متتبعه واي مشاهد مشاهده القناه واللي فيديو، بان الا بغينا الكلف ما يرجعش لينا فضروري ضروري من اننا نلتزموا بشيئين مهمين، هما عمليات الترطيب وعملية الوقاية من أشعة الشمس. أكيد أكيد إذا رجعتي الفيديوهات يعني اللي كيتكلموا على هذا الموضوع حبيبتي أمل سمراء والوصفات الطبيعية، وكاين فيديوهات كيتكلموا على كيفية التخلص من الكلف وأنه ما يعاودش يرجع لنا مرة أخرى، فغادي تستفدي استفادة كبيرة سورتو إذا تبعتي النصائح والمراحل اللي كنخلي لكم دائما انكم تتبعوها وتاخذوها ك يعني برنامج لعلاج الكلف وتجنب ظهور الكلف مره اخرى. فكان هذا اخر سؤال بالنسبه لفيديو اليوم. كنتمنى لكم اوقات سعيده، كنضرب لكم موعد على الساعه 9 مساء او 10 مساء في الموعد المسائي، اضرب لكم موعدا في الموعد المسائي. طبتم وطابت اوقاتكم، الى اللقاء.